أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني. إنك أنت السميع فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم
إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زعيم المقرئين ومالك المقرئين الله يزيدك من نعيم الله، الله يطول عمرك وبارك لنا فيه. كلما دخل علي رب
أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل كألا
كلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من انباء وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولم يمسسني بشر قال كذلك قالت رب
قال كذلك. الله يخلق ما يشاء. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني بآية من ربكم. إني أخلق لكم من الطين الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. الله يفتح عليك. ايه الجمال ده وايه الله وأبرئ لكم ما ولا برص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يا سلام. الله اللهم صل على جمال النبي في الآية دي والوقف هذا ربنا يكرمك. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله 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 يتجلى عليك ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ ثم
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. انت كل مادة والحلاوة والله يا إذ قال الله يا عيسى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل ونساءنا ونساءكم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في Yeah.
One.